بجد النهارده احنا جايين فرحانين لان امبارح كان في حدث محترم جدا وحدث انساني جدا، يعني اعتقد مش بس مصر، العالم العربي يمكن العالم كله كان بيتابعوا وبيشاهدوا، فحاجه جميله وحاجه تدعو للفخر. وبنتكلم دايما ان ملف ذوي الاعاقه يعني اللي زمان كنا بنحاول ان احنا يعني نحسنه ونهتم بهذه الفئه وبندور ومنظمات حقوق انسان تتكلم ومنظمات ان جي اوز عامه بتتكلم والناس ولكن في الآخر لما يجي بقى عندك قيادة سياسية بجد بتهتم بجميع فئات المجتمع ساعتها بتحصل أو ساعتها بتشوف التغيير على الأرض. ده اللي حاصل فعلا، يعني احنا بنتكلم في ملف بجد في غاية الاحترام ونال اهتمام كبير جدا جدا من جميع دلوقتي أطياف المجتمع، وفكرة كمان دعم الرئيس وفكرة كمان الاحتفالية الجميلة اللي احنا شفناها امبارح والامتيازات اللي الرئيس حتى تحدث عنها ان هو عايز يديها ويزودها لهذه الفئة المحترمة يعني المنتجة كمان في أي مجتمع بتكون فيه وتحديدا كمان المجتمع المصري. هنتكلم يعني بتفصيل عن كل ده النهاردة، بس خلينا في البداية كده يعني أنوه مع حضراتكم زي ما احنا متعودين الفقرة الأولى هيكون معانا كلام عن تحطيم الأرقام القياسية في التمارين الرياضية، الفقرة الثانية هيكون معانا بقى الملف المحترم ذوي الهمم، بس المرة دي هنتكلم فيها مع اتنين من أبطال السباحة بالنادي الأهلي، يعني هم سباحة من ذوي همم ولكن خلينا نرجع ونقول هم أبطال وأشخاص فعالة في هذا المجتمع بجد. فامبارح كانت حاجة محترمة جدا ونظرات الحب اللي احنا شفناها واحتفالية ولا أروع بجد، كلنا تابعناها وتابعنا تحديدا أحمد طارق، لو حضراتكم أكيد عارفين يعني أحمد طارق هو من ذوي الهمم، هو بطل رياضي جميل جدا وكان بيقول امبارح قدام الرئيس قال أنا نفسي ألعب في النادي الأهلي، وبالفعل سيادة الرئيس امبارح يعني وجه للنادي الأهلي كمان هذا الطلب وأصدر النادي الأهلي بناء على هذا البيان الخاص بيه، وقال فيه تحديدا كده بيان النادي الأهلي خليني أقرأ لحضراتكم، قال بخصوص دعم ذوي الهمم بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيدا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم اللي بيمثلوا جزء مهم من مستقبل الوطن، بيستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في الساعة الواحدة ظهرا النهاردة الاثنين الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم اللي طلب من السيد الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي بوصفه هنا بطل جمهورية في اللعبة، بادر طبعا كابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق وهيكون في استقباله النهاردة بإذن الله بمقر النادي بالجزيرة، وكمان كابتن محمود الخطيب وجه الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري في مقدمتها طبعا ذوي الهمم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة أو استفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وأخرها كمان دورة طوكيو واللي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات كتيرة جدا وميداليات عديدة جدا. وكمان أكد كابتن الخطيب على تقدير وتعاون النادي الأهلي الكامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن لا سيما وأن ما يقوم به النادي الأهلي ومسؤولوه وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطني اللي بيعتز به دوما للصالح العام واتساقا مع الدولة ونهجها للنهوض بكل أبناء الوطن في شتى المجالات عموما. يعني خلينا نروح نشوف دلوقتي ده كان البيان، بس أنا عايزة حضراتكم برضو اللي ما تابعش امبارح يروح يشوف معانا دلوقتي أحمد طارق قال إيه ونرجع نكمل. أنت عندك أمنية أنت بقى؟ بصراحة عندي أمنية وأمنية كبيرة كمان. إيه بقى؟ أنا بصراحة أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهلي. طب ما لازم لازم النادي الأهلي ياخدك دلوقتي يا أحمد دلوقتي واحنا قاعدين كده خلاص انت هتطلع من هنا على الميوع على طول. لا واحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرا كويس وعنده معلومات هايله كمان ومستمع جيد لكل محطات الاذاعه مش كده؟ مظبوط. اه وبتحب الجمبري ولا لا؟ خلي الموضوع ده بعدين بقى. طيب. يعني النادي الاهلي تلاقيه دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا ايوه طبعا، عشان انا سباح وبطل جمهوريه برضه حضرتك. صحيح. ايوه صحيح. صحيح طبعا طبعا. كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي بس خلاص. عايز حاجه تاني يا احمد؟ لا. ها يعني اطلب ايه اكتر من كده يعني؟
حاجة جميلة جدا، وفكرة كمان ان هي مش مجرد احتفالية، لا فيها حديث ودي مع سيادة الرئيس، ويعني هم بيتكلموا وبيقولوا كل حاجة نفسهم فيها وبيعبروا عن نفسهم. هو ده المشهد اللي احنا دايما كنا حريصين عليه لكل فئات المجتمع. فانت قاعد بتتكلم بتتناقش بتقول اللي جوه قلبك، بتقول امنياتك لسيادة الرئيس، وكمان بيتم تلبيتها. فموقف محترم جدا حقيقي من سيادة الرئيس، ودايما داعم، او يعني خلينا نقول داعم رئيسي كمان لذوي الهمم وفئات كتيرة جدا في المجتمع، وشفناه ده كتير. وكمان لو هنروح على السياق الاخر والنادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب، برضه تلاقي في حاجات كتيره وملفات كتيره انت ماشي في نفس المسار الوطني ودعم توجيهات الدوله، خاصه برضه لو هنرجع نتكلم عن ذوي الهمم. واحنا لو هنتكلم ونخص نفسنا برضه في برنامج 10 الصبح، احنا دايما بنتكلم ولينا دايما يعني لقاءات يمكن اسبوعيه مع هذه الفئه اللي بنتشرف بيها، وهي بجد بتبقى فئه يعني فيها موهوبين كتير جدا. زي ما انا هفضل اكرر كلامي أنا وكريم دايما بنقول إحنا بنتعلم منهم. فتحية كبيرة جدا، وأنا عايزة أناقش حضراتكم في شوية كده حاجات ومكتسبات يعني كانت لهذه الفئة على مدار السنوات اللي فاتت.